المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. مبادرات لكسر الجمود الذي أصاب الحياة السياسية في العراق ومساع لفتح قنوات للحوار، هل من مقاربات جديدة للحل؟ الشيخ قيس الخزعلي يعلن استعداد الإطار التنسيقي لإجراء انتخابات مبكرة والتجاوب مع التيار الصدري حول الحكومة الجديدة، كيف سيكون رد التيار؟ ترقب لمواقف تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وتساؤلات عن مصير تحالفهما مع التيار الصدري، فهل هناك اتصالات جدية بعيدا عن الإعلام؟ مبادرة جديدة أطلقها الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي تستحق التوقف عندها في إطار المساعي الهادفة إلى كسر الجمود السياسي في العراق. الخزعلي الذي كان يتحدث باسم كل أعضاء الإطار التنسيقي أبدى الاستعداد للموافقة على نقاش كل ما يطرحه التيار الصدري للوصول إلى حل، بما في ذلك استعداد مرشحهم محمد شياع السوداني للتنازل عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء إذا كان الحل باعتذاره. مبادرة الإطار التي تهدف إلى إيجاد أرضية حل مشتركة مع التيار تتضمن الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، لكن الموقف المحسوم هو بعدم وجود فرصة لولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. هذه المبادرة التي تنتظر رد التيار الصدري عليها تأتي في إظهار معطيات مهمة، كان منها إعلان القضاء عدم وجود إمكانية لحل البرلمان، ومنها إعلان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني تأييدهما الذهاب نحو تأليف حكومة جديدة تتمتع بكامل الصلاحيات. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية لخرق جدار الجمود السياسي؟ وهل من اتصالات بعيدا عن الإعلام بين مكوني الإطار والتيار الصدري؟ مشاهدينا، هذا الملف نناقشه مع ضيوفنا من بغداد النائب عن دولة القانون محمد حسن الشمري، وكذلك الكاتب والباحث في الشأن السياسي الدكتور زياد العرار، ومعنا من أربيل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد طالب نوروز الفيلي. حياكم الله ضيوفي جميعا ومشاهدينا. أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن كل قوى الإطار موافقة على إجراء انتخابات مبكرة من أجل إرضاء التيار الصدري، وقال أن الإطار على استعداد لأن يشارك التيار في الحكومة بمقدار الكتلة الصدرية التي استقالت وإعطاء نصف استحقاق المكون الشيعي إلى التيار، وأكد أن أي فرصة لولاية ثانية لرئيس حكومة تصريف الأعمال غير موجودة. الأخوة في الإطار الذين يعتقدون لا جدوى ولا فائدة ولا مصلحة في الانتخابات المبكرة، كل قوى وشخصيات الإطار الآن موافقة على الانتخابات المبكرة من أجل أي شيء؟ من أجل إرضاء الأخوة في التيار. ممتاز. ليس شيء آخر، وهذا التجاوب وهذا استعداد. الانتخابات المبكرة تجري بعد شهر أو ست أشهر أو سنة أو سنة ونصف أو سنتين، ما راح نتدخل. بعد تصريحات الخزعلي، هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية لخرق جدار الجمود السياسي في العراق؟ وهل من اتصالات بعيدا عن الإعلام بين مكوني الإطار والتيار الصدري؟ نتابع هذا التقرير. نحو عام مضى على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العراق من دون أن تتمكن القوى السياسية من تأليف حكومة جديدة. عام شهدت الحياة السياسية خلاله حالة من الارتباك والتعقيد، بداية مع ظهور قوى وتحالفات جديدة، مرورا باعتكاف التيار الصدري على وقع خطر انتقال المواجهة إلى الشارع، وصولا إلى فشل كل المبادرات السياسية لتسمية رئيس لتأليف الحكومة. وسط هذا الجمود كله تأتي مبادرة الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بشأن استعداد الإطار التنسيقي لإجراء انتخابات مبكرة والتجاوب مع التيار الصدري بخصوص تأليف الحكومة العراقية الجديدة. أبرز ما يميز طروحات الإطار الجديدة أنها تلتقي مع التيار على فكرة إجراء الانتخابات، لكن الخلاف يكمن في الآلية. والكلام المهم أيضا للخزعلي إن مرشحهم محمد شياع السوداني
مستعد للتنازل عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إذا كان الحل باعتذاره، مؤكدا أن كل ما يطلبه التيار الصدري سيجد تجاوبا من الإطار لمناقشته. في مقابل هذه الإشارات الواضحة للإطار التنسيقي من المشهد السياسي، يؤكد الخزعلي ألا تجديد لرئيس الحكومة الحالية. ولجهة الانتخابات، يشترط الإطار التنسيقي أن تقود حكومة جديدة تنظيم العملية الانتخابية مع قانون جديد للانتخابات، فيما يريد التيار الصدري الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة بإشراف القاضي ووفق القانون الانتخابي الحالي. وبين تأليف حكومة إطارية يرفضها الصدر وإجراء انتخابات مبكرة لا يريدها الإطار من دون حكومة، تزداد الأوضاع ارتباكا وتعقيدا بانتظار موقف التيار الصدري من كلام الخزعلي الذي رمى كرة الحل عند الطرف المقابل، فيما تبقى الأنظار دائما على الشارع العراقي مع اقتراب ذكرى تظاهرات تشرين وكل ما رافقها من أحداث وتداعيات. أتحول مباشرة إلى ضيوفي وأبدأ من بغداد، أستاذ محمد حسن الشمري، أسعد الله مساءك بعد كلام الشيخ قيس الخزعلي والمواقف التي أطلقها حول الأزمة. هل تعتقد أننا أمام مناخ سياسي جديد في التعاطي مع المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك، حياك الله، ولمتابعيكم الكرام. الحقيقة الإطار حرص منذ اليوم الأول على أن يمد يده لكل الشركاء، حتى الفرقاء وليسوا من نفس المذهب أو المكون. كان الإطار حريص على مد يد التعاون والأخوة لتشكيل الحكومة والنهوض بالواقع العراقي، لكن للأسف الشديد الانسداد كان حاصل من قبل الأخوان في التيار الذين رفضوا رفض قاطع مشاركة باقي الأطراف، أو تحديدا ائتلاف دولة القانون الذي بيده زعامة الإطار. هذا وصلنا إلى طرق مسدودة وملتوية، وتارة وتارة متشددة متشنجة، لكن لا يزال الإطار بنفس النفس يمد يد الأخوة، يد التعاون. لكن الإطار سيد الشمري وضع شروطا وفرض واقعا، وأيضا دخل في لعبة الشارع ووضع فيتو على الكاظمي وقدم مرشح للحكومة. يعني في دعوات للحوار ومد اليد، ولكن في المقابل كان في شروط وكان في محددات، وإلا لما كان في أزمة في العراق. سيد الكريم، هذا ناتج عن عدم قبول الطرف الآخر. نقطة الصدر، عندما أصر الطرف الآخر على إخراجنا من العملية السياسية، حقيقة الإطار وقف له بالمرصاد وتصدى، وكان للإطار رد الفعل وليس الفعل، كان عبارة عن رد فعل. نزول للشارع، قبالته نزول للشارع، كذا قبالته كذا، هذا كان رد فعل. لكن المبدأ الأساسي، المبدأ الحقيقي، رؤية الإطار أننا مع أخواننا نمد يدنا إليهم، لكن عندما رفض الآخر أخواننا، عندما رفضوا اضطررنا إلى هذا الوضع. نعم. وهذا الحال. طيب الآن الوضع كيف؟ في أزمة طال عمرها 8 أشهر. الآن الوضع باتجاهين، الآن الوضع العراقي بشكل عام يسير باتجاهين. الاتجاه الأول إيجاد حلول قانونية دستورية من خلال تفعيل البرلمان وتفعيل دوره وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وإن كانت متأخرة، نعم تأخرت بسبب هذا الانسداد السياسي، لكن الرؤية الإطارية أن نكمل الطريق بطريقة قانونية دستورية من خلال تفعيل البرلمان وإكمال الاستحقاقات الدستورية. نعم. هناك رأي آخر في الواقع العراقي يطالب بحلول ترقيعية أو آنية، مثل بعض الأخوان يدعون إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، البعض الآخر
يقول باستمرار حكومة تصريف الأعمال للوصول إلى انتخابات مبكرة إلى آخره. كل هذه أفكار أستاذ أستاذ محمد حسن الشمري، كل هذه الأفكار الأفكار مطروحة للحل، لكن نريد أن يعني نشير إلى 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 ما يتم الحديث عنه كحل فعلي وواقعي وتقبل فيه الأطراف. دكتور زياد عرار، شو رأيك؟ مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله. حديث عن الرؤية والاستراتيجية اللي تحدث بها السيد النائب مطروحة ومسموعة، ولم نسمع غيرها بمد يد الانفتاح على الأخوة والحوار، وكأن القضية قضية تشكيل حكومة. الحقيقة القضية أكبر من قضية تشكيل حكومة وكيف تشكل حكومة. القضية أنه عملية سياسية وصلت إلى مراحل فشل حقيقي بامتياز، وقاطع الجمهور العراقي الانتخابات اللي حصلت الانتخابات المبكرة والانتخابات الأساسية في عام 2018، ونسبة المقاطعة تجاوزت 80%. بواقع حال يقول بأن القوى السياسية فاشلة ولم تستطع أن تلبي طموح الجمهور وتديم عملية الديمقراطية في العراق واللي هي فحواها الانتخابات، لذلك قاطع الجمهور. هنا أصبحت الفكرة واجبة بأن يتم طرح رؤية جديدة. طرح التيار الصدري فكرة جديدة في عملية إدارة الدولة، في عملية إعادة العملية الديمقراطية إلى وضعها الطبيعي وجذب المواطنين إليها وإحياء هذه العملية الديمقراطية. وقف الإطار وتحديدا كتلة السيد النائب اللي هي دولة القانون بالضد من عملية الأغلبية السياسية، رغم أن السيد المالكي الرئيس المالكي كان يطالب بالأغلبية السياسية، وكنا نقف بموقف المساند للسيد المالكي عندما طرح الأغلبية السياسية، لأننا استشعرنا ومنذ عام 2010 بأنه لا حل للعراق ببقاء المكونات والمحاصصية والمحاصصة والزعامات. وعندما طرح السيد المالكي قلنا نعم هذا. طيب هذا دكتور زياد قد لا يعني لا أخذ كثيرا موضوع العملية السياسية وتركيبة الحكم في العراق، لكن بما أنك ذكرت يعني الموضوع، عندما يطالب التيار الصدري بأغلبية سياسية أو أغلبية وطنية بعد الانتخابات، كفكرة موجودة لدى التيار الصدري وطرحت في أكثر من انتخابات جرت في العراق، فكرة أن يكون هناك أغلبية وطنية. الآن كنت تقول دكتور أنه النظام السياسي في العراق، العملية السياسية انطلقت في العام 2003 انطلقت على مبدأ المحاصصة بين المكونات السياسية والمكونات الطائفية، يعني وليس فقط ليست السياسية، وبالتالي النظام السياسي بني على هذه القاعدة من الأساس. وبعد الانتخابات طرح التيار الصدري عملية التغيير. التغيير هو في بنية النظام السياسي والعقد السياسي بين القوى السياسية كلها. لا يستطيع تيار أن يقول نريد أغلبية وطنية فلنذهب إلى تغيير النظام السياسي. هو لم يتحدث بمفرده، ولذلك أتى بشركاء. الفائز الأول في المكون السني اللي هو تقدم وبعدين أصبح السيادة، والفائز الأول في المكون الكردي اللي هو الديمقراط الكردستاني صاحب المقاعد الأكبر. وبالتالي هو لم يأتي ببدعة جديدة في العملية السياسية ليستحوذ على السلطة، وإنما قال بشركاء وهم الأغلبية السياسية والعددية، وترك الباب مفتوحا لبعض القوى الشيعية. لم يغلق الباب، لكنه كان واضحا بأنه لن يتحالف أو يذهب للحوار مع قوى شيعية محددة، وتحديدا ائتلاف دولة القانون، وقد يكون معه آخرين. هنا المشكلة أخذت منحنى آخر، أخذت مشكلة أنه كيف يقف الإطار لإفشال مشروع التيار ويذهب الإطار بكل المعطيات واستخدام كل الوسائل والآليات للإبقاء على الواقع الحالي، على رؤية أن الوضع غير مهيئ لاستخدام الأغلبية السياسية، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. لماذا رفض التيار الصدري دعوات الحوار وطاولات الحوار الحضور إليها وناقش هذه الأفكار والمبادرات، ربما توصل مع القوى السياسية لنوع من الحل؟ طبعا حضرتك يعني انت متابع جيد للمشهد العراقي وانت اعلامي. التيار الصدري لم يرفض الحوار ولم يرفض المبادرات، ولكنه وصل في نهايه المطاف بعد 9 أشهر الى قناعه تامه بانه لا جدوى من المفاوضات، لا جدوى من الحوار، ولا بد من ان تكون هناك خارطه طريق جديده. بعد ان اقتنع التيار بذلك وانسحب من العمليه السياسيه، طرحت بعض القوى السياسيه سواء كانت في الاطار او خارج الاطار عملية الحوار والجلوس إلى الحوار والمفاوضات.
السؤال على ماذا يتحاور التيار؟ يتحاور على تشكيل حكومة توافقية، ما هو رفض أن يشكل حكومة توافقية ومحاصصة وانسحب من العملية السياسية وسحب نوابه. الآن الحديث يتحدث يعني أغلب القوى السياسية عن أنه ممكن أنه يتم الحوار لتشكيل الحكومة ويكون التيار موجود. هذا الحديث بمجرد طرحه على التيار هو فيه استفزاز التيار الصدري، وكأنه الذي يتحدث يقول بأنه التيار تعال حتى نرضيك، راح نعطيك وزارات أخرى، نعطيك ما أنتم عرضتوا الوزارات على التيار الصدري وقلت خذ ما تريد على أن تبقى المحاصصة بوضعها الحالي ولم يرضى التيار الصدري. هل من المعقول أن يعود التيار الصدري الآن ليقبل بحكومة يكون فيها هو صاحب التشكيلة الأكبر؟ بس لحظة هاي من فضلك، بس لحظة من فضلك. إذا قبل التيار الصدري بذلك فإنه سيفقد جمهوره وبرنامجه ومكانته السياسية في المجتمع العراقي، بعد أن أصبح مشروع التيار الصدري لا يتعلق بالتيار الصدري وإنما أصبح مشروعا وطنيا. لذلك سأتحدث عن ذلك. سأتحدث عن ذلك دكتور، خاصة وأنه بعد أيام الذكرى الثالثة لانطلاق حراك تشرين وفي دعوات للتحضير له، في تقارير تقول أن التيار الصدري قد يكون قد يندمج بهذا التحرك او يكون جزء منه. هذه نقطه مهمه ارجو ان لا نغفلها، لكن اريد ان اسال قبل ذلك استاذ طالب نوروز الفيلي في اربيل. استاذ طالب حياك الله، اسعد الله اوقاتك. بغض النظر عن المواقف الان بعد هذه المبادره التي تحدث فيها الشيخ قيس الخزعلي باسم الاطار التنسيقي، والصوره الان بالنسبه للاطار بانه رمى الكره في ملعب التيار الصدري وانه ابدى مرونه كبيره في المواقف، محمد شياع السوداني لم يعد أو من الممكن أن أنه لن يكون مرشح يتمسك فيه الإطار التنسيقي، انتخابات مبكرة إلى آخره، بمعنى أنه الإطار التنسيقي الآن ينظر إلى الأزمة بأن الكرة باتت فيها داخل ملعب التيار. كيف تنظر إلى المسألة أنت أستاذ طالب؟ مساء الخير جنابك الكريم وضيوفك الاعزاء ولمشاهديك الكرام. حقيقه مساله تشكيل الحكومه وانطلاق بمساله مفهوم الاغلبيه هذه حقيقه هي اشارات كانت قلقه للاخر. اليوم احنا نريد نشكل حكومه، بالبدايه اني اطلق بانه الاغلبيه اللي كانت كقائمه الاخوه السنه والكرد والاخوه في التيار الصدري، هذا بالنتيجه كانت رساله من البداية كانت رسالة مقلقة للآخر. بالنتيجة احنا كتشكيل الحكومة العراقية كانت لها تجاوزات على الدستور، للأسف صار قد عرف في العراق أسهل ما يكون تجاوز على المدة الدستورية مثل تشكيل الحكومة. بالنتيجة اليوم كانت فرصة للأخوة بالتيار والتحالف الثلاثي اللي صار بينهم عندهم مدة دستورية، هاي المدة يجب أن يلتزموا بها حتى بالنتيجة يطلق الحكومة الجديدة. ولكن للأسف بعد مرور الوقت وكان على مشارق انه انتهاء المده الدستوريه، الاخوه بالتيار راحوا باتجاه مساله الانسحاب. انا واحد من الناس كنت اتمنى من الاخوه بالتيار ان يتحولوا الى معارض في البرلمان. في الحكومه الجديده راح تكون تتشكل خلي يكونوا معارضه، بالنتيجه عندهم 73 مقعد وجمهورهم جمهور موجود والشارع موجود. ولكن للاسف ما يخص مساله الانسحاب كانت النتيجة هي مسألة انسحاب، فشيء يعني مربك ومقلق بنفس الوقت. نعم. مربك بمبدأ الشركاء معه بالتحالف، يعني هو من انسحاب من الحكومة وعنده شركاء الأخوة السنة والأخوة الكرد. نعم. بالنتيجة الانسحاب هذا من انسحاب، ما مصير التحالف اللي بقى بالأخوة السنة والأخوة الكرد. بالنتيجة ما أمام أخوة بالإطار غير هي التعامل بما يخص القانون بالتعويض. الأخوة بالتيار قدموا استقالتهم، وهنا أنا أشير وأسجل تحفظي على مسألة الاستقالة. الاستقالة لأنه الاستقالة كانت يا أستاذ طالب، يعني 73 نائب هي الكتلة الأكبر، يعني الأغلبية في البرلمانية لا تشكل حكومة وتطالبها أن تذهب إلى المعارضة، يعني هذا يخالف اي مسار ديمقراطي في اي دوله في العالم. تاخذ الاغلبيه، هلا في العراق في تفسيرات للاغلبيه انه داخل البرلمان او بعد الانتخابات او الاخري، طيب جرى التوافق على انه الاغلبيه هي الكتل التي تتجمع داخل البرلمان وليس من يحصل على اكثريه المقاعد، لكن
كيف يمكن أن نطالب التيار بأن يذهب إلى المعارضة وهو حصل ونجح في الانتخابات؟ عزيزي، احنا ما طلبنا من عدة بالبداية بأن يروح للمعارضة. هو من وصل إلى مرحلة بأنه ما صار تشكيل الحكومة وخرج كان يقدر يروح للمعارضة. احنا ما طلبنا من عدة معارضة ككتلة أكبر. بالنتيجة هو إذا مؤمن بمسألة الكتلة الأكبر، بالنتيجة سراح يكونون الأخوة بالإطار هم راح يشكلون الأغلبية. إذا هذا هو مفهوم الأغلبية، فبالنتيجة هاي الحكومة اللي راح تشكل هي راح تكون حكومة أغلبية. اليوم احنا أمام تحدي، والتحدي نروح إلى مربع، هو المربع يلزمنا بأنه نكون تشكيل حكومة. اليوم احنا بنطلب بمسألة انتخابات جديدة وقانون انتخابات، يعني بالنتيجة احنا مع مطالب الشارع العراقي ومطالب الأخوة الشركاء. اليوم احنا نريد انتخابات ونحن مع الانتخابات، ولكن كيف تتم الانتخابات إذا ما تشكل حكومة؟ والحكومة حتى لو تشكل لازم يكون قانون انتخابات جديد. بالنتيجة خلي تكون فرصة، هاي الفرصة نعطي فرصة احنا حتى الأخوة بالإطار ما متمسكين بالسيد الشيعة السوداني. حتى احنا اليوم، احنا اليوم حتى مسألة الفيتو اليوم احنا ما نقدر نجيب لنا شخص لازم الكل تقبل عليه، ولكن بأنه يكون شخص وطني أن يمر بهاي الفترة حتى نقدر نشكل حكومة. من خلال تشكيل حكومة نقدر نسوي لنا مواعيد دستورية، انتخابات مواعيد دستورية، انتخابات حتى من هذا الأزمة. هذا مطروح أستاذ طالب، أنه الحكومة اجتماع البرلمان هو الأساس وتشكيل الحكومة، وبعد ذلك يتم الحديث عن مواعيد دستورية سواء كانتخابات مبكرة أو غيرها. أستاذ محمد حسن الشمري، أيضا سؤال، يعني يبدو من خلال مطالعة الدكتور زياد بأنه التيار الصدري قد لا يتجاوب بالشكل المطلوب مع المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي على لسان الشيخ قيس الخزعلي، بالتالي إذا لم يستجب التيار الصدري ما العمل؟ ما الذي سوف يحصل؟ الحقيقة نتمنى أن يكون هناك تجاوب من قبل الأخوة في التيار لإنهاء هذا الموضوع وهذا الملف، لكن في حال عدم قبوله أو استجابته لهذه المبادرة، الإطار ماضي باتجاه تشكيل حكومة وتشكيل تحالف إدارة الدولة الذي ضم تحت طياته الأخوة الكرد والأخوة السنة، بالإضافة إلى الإطار وبعض المستقلين، وأعتقد العدد تجاوز 190 نائب. أعتقد راح يكون مضي باتجاه تشكيل الحكومة والعمل بالاستحقاقات الدستورية وإن كانت متأخرة. نعم هي متأخرة وهذا خلل كبير، لكن العمل بها وإكمالها حتى في ضوء إجراء انتخابات مبكرة ستكون من خلال، لكن آلية تشكيل الحكومة. سيد الشمري، اتضح من خلال التجربة بأن المضية في تشكيل الحكومة أو في عقد البرلمان وفي المضي في المسار الدستوري دون التيار الصدري له مخاطر داخل العراق، يعني هذا تم في التجربة وجرى الاحتراب العسكري أو الاحتراب الاحتكاك العسكري خلينا نسميه، الذي مر يعني تم ضبطه بصعوبة في الحمد لله يعني، ولكن واضح أن تجاهل التيار والمضي من دون التيار له مخاطر داخل العراق. قطعا نحن نعرف هذا ونؤمن به، ولذلك ندعو التيار إلى المشاركة والمشاركة الفاعلة وباستحقاق الكامل نحن ندعوه، لكن إذا أصر وما استجاب هنا لابد من أن نصل لحل. يعني إحنا المفترق الطريق بياناتنا واضح والاتفاق واضح، هسه احنا عندنا رؤية مع الإطماع التيار، نحن باتجاه حل البرلمان، ما يخالف تعالوا نحل البرلمان. حل البرلمان من خلال آلية دستورية، تشكيل حكومة، إلغاء قانون الانتخابات، إصدار قانون انتخابات جديد، تشريع قانون انتخابات جديد المصادقة عليه حسب توصيات المحكمة الاتحادية، أيضا تغيير المفوضية العليا للانتخابات تتغير، ينتخب رئيس جمهورية، تكلف حكومة بالتشكيل، بعدها هذه الحكومة هي من ستكون تحت
ظلت حل البرلمان، بحيث يقوم البرلمان بحل نفسه في ظل حكومة منتخبة، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. طيب، نحن لسنا ضد هذا أبدا. هذا سيناريو. لكن سيد الشمري أيضا، قبل أن أنتقل لباقي الضيوف، شو المشكلة مع السيد الكاظمي سيد الشمري؟ المسألة تبدو شخصية، يعني اليوم السيد الخزعلي يقول لا فرصة لأن يكون له ولاية ثانية، حتى أن الكاظمي قال في مشاكل شخصية بنيويورك بآخر تصريحات له، أنه في نوع من الشخصنة في النظرة لمصطفى الكاظمي. هل هذا صحيح؟ هل الأمور مع السيد الكاظمي هي أمور شخصية وأن الإطار لن يمضي به أبدا؟ القضية ليست قضية شخصنة، القضية ليست قضية شخصية. العراق لن يختزل بشخص الكاظمي أو بغيره نهائيا. القضية قضية عمل على أرض الواقع. السيد الكاظمي عنده خروقات عديدة وعنده مقصرية شديدة، وبدأ ينحى منحى التسويق لنفسه لولاية ثانية. هذا اللي خلى الإطار يتحدث بهذه، يعني يتخذ هذا الموقف. هذا الموقف ليس موقفا شخصيا، يعني نحن عندما نجلس ونتحاور ونتباحث ونتحدث فيما بيننا حول الحكومة والأداء الحكومي، الأداء الحكومي ضعيف، ضعيف بل يكاد يكون واهن وليس ضعيف. طيب، هنا سيد الشمري في هذه النقطة، من أسباب في هذه النقطة يقول السيد الكاظمي أن هناك من يتمنى أو يعمل على فشل الحكومة فشلا كاملا بسبب خلافات شخصية معي، يعني معه هو، مع الكاظمي. دكتور زياد العرار، أخذ رأيك بهذه النقطة إذا سمحت. نعم، في إشكالية واضحة ما بين السيد الكاظمي وبعض القوى السياسية، وخصوصا القوى السياسية التي لها أذرع مسلحة. يعني الخلاف واضح والخلاف جلي، ولا يحتاج إلى أنه فقط أذكر حضرتك والضيوف الكرام والمتابعين في محاولة اقتحام الخضراء ومحاولة إهانة رئيس الوزراء من خلال صورته ومن خلال شعارات وما رفع من لافتات. للأسف يعني أن تصل الأمور إلى المرحلة الشخصية، هذا يعني يؤكد أن المشكل في العراق لا يتعلق بشخص أبدا، وإنما يتعلق بكيفية إدارة الدولة. هذه الدولة تدار من عام 2003 إلى اليوم بطريقة تختلف من دورة انتخابية وحكومة إلى دورة وأخرى. وصلنا إلى مرحلة أنه الآن في العراق من هو القائد؟ من هو الزعيم؟ من هو الرئيس؟ من هو المسؤول؟ من هو صاحب القرار؟ من هو؟ تتحدث عن الدولة، الدولة قوية، السلطات الأمنية قوية، السلطات العسكرية قوية، هي غير ضعيفة. لكن هل نتحدث عن ذهاب العراق إلى المجهول؟ تتحدث معايا تسألني تقول لي من الآن يدير العراق وأنت مواطن عراقي؟ أقول لك نعم، توجد حكومة وتوجد رئاسات ثلاث، ولكن يوجد سلاح ويوجد قرار سياسي يعاند ويتحدى قرار الدولة، يتحدى قرار مجلس الوزراء، مرات قرار البرلمان، قرار. ومع العلم الكل شركاء في القرار الحكومي والأغلبية شركاء في القرار الغير الحكومي، وبالتالي هي صراعات زعامات موجودة في المشهد العراقي. هذه الزعامات بعضها الآن الموجودة في المشهد والتي لديها القدرة على التأثير في المشهد العراقي لا تريد السيد الكاظمي في دورة أخرى. وأنا أتفق مع السيد الشمري، العراق يعني فيه قيادات وطاقات كبيرة، ممكن أن يتم اختيار الكثير من الشخصيات، لكن كيف يتم الاختيار؟ الحديث عن تشكيل الحكومة، الذهاب إلى حكومة وانتخابات، وأنت حضرتك تتحدث عن مبادرة للشيخ الخزعلي، هل تسمي ما أدلى به السيد الخزعلي الشيخ قيس الخزعلي هي مبادرة؟ هل هناك فرق ما بين المبادرة والحديث الإعلامي أم لا؟ هناك فرق، المبادرة يجب أن تكون واضحة. هذا متبنات حديث إعلامي دكتور زياد، حديث إعلامي لا يقول هذا رأيي الشخصي، هو يتحدث باسم الإطار، وما تحدث فيه خطير. يعني لأول مرة نسمع من الإطار بأنه غير متمسك بمحمد شيع السوداني، ممكن الرجل يعتذر، قال لك يعني هذا تعتبر مرونة أو حتى تنازل. يعني يقول لك نحن مستعدون للذهاب لإعطاء التيار الصدري ما يريده، مستعدين للذهاب لانتخابات مبكرة. يعني بمعنى هو يتحدث باسم الإطار، باسم القوى الستة، لا يتحدث بنفسه، وهذا ما يجعلنا نطلق عليها مبادرة، لأن فيها أفكار جديدة، فيها طروحات جديدة غير مطروحة سابقا.
لا هذه لا تسمى مبادرة، هذه هذا حديث إعلامي يعبر عن وجهة نظر الشيخ الخزعلي، وقد يعبر عن وجهة نظر قيادات أخرى في الإطار. وأنا شخصيا كنت أتوقع بأنه يدلي أو يقوم السيد الخزعلي بمبادرة قبل هذا الوقت، يعني بصراحة يعني كنا نتوقع، وأنا تحدثت في أكثر من لقاء تلفزيوني ولقاء سياسي بأنه نعول على الكثير من القيادات ومنهم الشيخ الخزعلي بأن يقوم بمبادرة حقيقية تبتدئ بواحد وتنتهي بخمسة، بتوقيت زمني لحل البرلمان، لموعد إجراء الانتخابات، لكيفية إجراء الانتخابات، شكل الحكومة التي تدير الانتخابات. أما الآن الحديث بشكل عام أنه الإطار مستعد للذهاب إلى الانتخابات، طيب كيف نذهب إلى الانتخابات؟ بحكومة كاملة الصلاحية، بحكومة إطارية تدير المشهد. هذا هذا بالحوار يا دكتور، هذا يتم بالتوابل بالحوار الذي لا يذهب لا إليه التيار. هذا انتهى. هذا بالحوار الذي لا يذهب إليه التيار ولا يريد أن يجلس مع القوى السياسية الأخرى. يعني هذا هي المشكلة، يعني هذا يحتاج لتوافق، والتوافق يحتاج إلى حوار، والحوار يحتاج إلى أن تلتقي القوى السياسية مع بعضها. هذا انتهى، الحديث عن الحوار انتهى. الآن يفترض أن يكون زمن المبادرة، المبادرة التي تذهب بالعراق إلى انتخابات مبكرة بموعد مبكر دون الذهاب إلى تفصيلات وآلية إدارة الدولة بالشكل الذي يريده الإطار، يعني تكون حكومة مستقلة فقط لإجراء الانتخابات كما أتوا بالسيد الكاظمي لإجراء الانتخابات. الآن إحدى نقاط الخلاف، وبالعود على سؤالك ضد السيد الكاظمي، أنه لماذا تتدخل وتصدر قرارات وتقيم علاقات وتفتح أبواب وتذهب إلى المجتمع العربي والمجتمع الإقليمي والدولي، وأن تسمى الاتفاق عليك لأن تدير الانتخابات، فقط ملف الانتخابات. طيب ما نأتي بحكومة الآن تدير الانتخابات، ومن بعدها على أن نتفق على شكل إدارة الدولة، الفائز، من الفائز، كيفية تشكيل الحكومة، من هو الفائز الذي يشكل الحكومة، تحسم هذه المسائل بحكومة مؤقتة ويذهب إلى الانتخابات بموعد ثابت، ممكن أن يكون هذا مبادرة وهذا حل. أما الحديث من كلا الطرفين ومن الأطراف السياسية الأخرى عن مفاوضات وعن إدارة حوار وعن الجلوس إلى حوار، أنا أعتقد أنه أصبح بعيدا عن الواقعية الموجودة في المشهد السياسي العراقي. العراق يحتاج إلى حل سريع وقوة قرار من زعماء المشهد، وزعماء المشهد قادرين على أن يتخذوا قرار بتهدئة الأمور والذهاب إلى انتخابات مبكرة دون إشكالية. طيب ما هذا كمان يحتاج إلى أن تلتقي القوى. يعني أنا أريد يعني لا أعرف، يعني أعود لنقطة أنه في اتخاذ القرار دون حوار ما هو صعب كمان يا دكتور زياد. يعني ما لا، ما أنت عندك كل المعطيات، القرارات معطلة لأنه ما في حوار، ما في توافق عليها. لا 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 لا، السيد الكريم عزيزي، أنت الموضوع عندك كل المعطيات. ماذا يريد التيار الصدري؟ يريد انتخابات مبكرة، حل البرلمان، تشكيل حكومة مؤقتة للذهاب إلى الانتخابات. أعطيني هاي الدلائل، أعطيني الدلائل، لا تتحدث عن حوار وعن مفاوضات. قعدت حكومة مؤقتة دكتور، تشكيل حكومة مؤقتة، طيب ما بدك، ما بدك تتفق على حكومة مؤقتة، ممن تتشكل، من هم أعضائها، من هو رئيسها؟ طب هذا ما بده توافق. هل أنت ذاهب إلى الانتخابات؟ لا، أنا أتحدث عن الحكومة المؤقتة التي ستجري. طيب طيب الأساس، الأساس هل أنت ذاهب إلى الانتخابات؟ حدد موعد الانتخابات، حدد موعد حل البرلمان، ودعنا نتفاهم على التفصيلات. ما في مبادرة بهذا الإطار. طيب. الكل يتحدث عن حديث، والآن الحديث أنت مثل ما تفضلت وتفضل السيد الشمهري، الحديث عن تشكيل سياسي يطرح غدا، يعني خلال ساعات احتمال تشكيل يطرح لغرض الذهاب إلى تشكيل الحكومة. إذن الحديث الإعلامي والرؤية الشخصية شيء، والمبادرة الحقيقية شيء آخر. نعم قيادات في الإطار تريد أن تذهب إلى إرضاء التيار الصدري وإجراء انتخابات وعدم التصعيد في المشهد، لكن هناك قوى أخرى تريد أن تذهب إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لأربع سنوات. تشير إلى مسألة تباين في داخل الإطار التنسيقي، سأشير إليها أيضا لاحقا. لكن أيضا أستاذ طالب الفيلي، أريد أن أخذ رأيك بما طرحناه حتى هذه اللحظة. لا يعتبر الدكتور زياد أنه ما طرحه السيد الشيخ قيس الخزعلي هو مبادرة، اعتبره حديث إعلامي وطالب بمبادرة جدية ربما مكتوبة أو يعني لا أعرف، لكن ببنود واضحة يعني إلى آخره، وبالتالي ليس هناك من مواعيد حاليا إلا ما قاله رئيس الحكومة التصريف الأعمال سيد الكاظمي بأن هناك أنه سيدعو لجولة ثالثة من الحوار. وهنا نسأل عن جدوى الدعوة لجولة ثالثة من الحوار في ظل
هكذا أجواء. بالمناسبة هي الدعوة مع السيد الخزعلي هذه بالإعلام هذه كإلزام عليه وهو جزء من الإطار، وقبلها كانت تكون مبادرة السيد البارزاني هم بمسألة فتح قنوات الحوار. احنا بالنتيجة الزميل الكريم يقول بأن الحكومة تريد من عدم بأنه تطمينات. أنا اليوم أسأل، أنا إذا ماكو حكومة شلون راح ألزم هاي التطمينات؟ هاليوم خلينا نتفق على شكل الحكومة وبعدين يكون عندنا وقت، ذاك الوقت نقدر نلزمهم. اليوم أنا إذا أجي أتفق ويا شركاء أقول لهم أنتم تشكيل حكومة مدة معينة وقراراتي هذه، شلون راح ألزم إذا يصير تشكيل حكومة سين من الناس أوصال؟ احنا هاليوم خلي يكون عندنا قنوات وقنوات مفتوحة، وأكو شخص هو مقبول من قبل الأخوة بالتيار يما السيد العامري، وأكثر من مرة هم من السيد العامري من عنده لقاءات. ولكن احنا اليوم أمام تحدي، التحدي اليوم هي مسألة القرار، قرار كيف يكون قرار إذا ماكو حكومة. احنا اليوم خلينا نتفق على شكل الحكومة، خلينا نعطي فرصة للآخر. احنا كنا شركاء، هاليوم احنا من دخلنا عملية انتخابية كنا شركاء بالعملية الانتخابية. نتائج الانتخابات وبملاحظاتها، وجنابك الكريم أشرت إلى مسألة مشاركة 20 أو 25% من الشعب العراقي، بالنتيجة هذا صار إلزام على مسألة أعداد، وصارت بها صناديق وطلعوا بها مرشحين، وكل كتلة صارت عندها مرشحين. بالنتيجة الآلية هاي هي تلزم على الحكومة العراقية بتشكيلها. احنا اليوم نعطي فرصة مثل ما الأخوة بالتيار أخذوا الفرصة الدستورية اللي ما صار من خلال تشكيل حكومة، وهذا أمر طبيعي. قبلها كانت بين الصراع بين السيد المالكي والسيد علاوي، بالنتيجة المدة الدستورية للسيد علاوي انتهت، شكل الحكومة السيد المالكي. اليوم احنا أمام مدة دستورية، المدة الدستورية اليوم من نقول مدة دستورية انتهت ننطي فرصة للآخر. وصلنا إلى طريق مسدود، اليوم ما أمامنا غير مسألة الحوار. اليوم الحوار الكل يروح باتجاه الحوار، ولكن من يبدأ الحوار؟ ماكو حوار بي أول ما يكون قبل الحوار يكون بي هي الآن يسوي فيتو على أشخاص معينين. الحوار هو أول شيء لازم احنا نجلس على طاولة واحدة، لازم نقدم الحلول مو نقدم المعوقات. الحلول هي بمسألة الكل متفقة هسه بما يخص حكومة تشكل، إضافة إلى النقطة الثانية مثل أشاروا الزملاء الأعزاء بما يخص المفاوضين ما يخص الانتخابات. ولكن قبل هذا كله يجب الاتفاق على مسألة تشكيل الحكومة. بس هون يعني أستاذ طالب، كما فهمت الدكتور زياد، التيار الصدري لا يريد العودة إلى منطقة المحاصصة على حساب الناس، يريد التيار الصدري مشروع إصلاحي، ويريد حكومة تنفذ متطلبات العراق وتؤدي مهامها تجاه الشعب، وليس لا يريد الجلوس من أجل أن يتحاور مع قوى سياسية على حصته البرلمانية أو حصته الوزارية. سأذهب إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى للمسائية مشاهدينا. مجددا حياكم الله. لم ينجح بعد المكون الكردي في العراق في اختيار رئيس للجمهورية خلفا لبرهم صالح. الأجواء التي تمخضت عن الاجتماعات الأخيرة في أربيل بين رئيسي الاتحاد الوطني بافل طالباني والحزب الديمقراطي مسعود البرزاني تتحدث عن إيجابية ستظهر خلال الأيام المقبلة. وكانت معلومات صحفية قد تحدثت عن زيارة وفد من الكرد والسنة ورئيس تحالف الفتح العامري إلى الحنانة في النجف الأشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية بعيد انتهاء الزيارة الأربعينية التي ساهمت في تهدئة الأجواء، إلا أن مصادر القوى السياسية الثلاث نفت ذلك. الإطار التنسيقي كان قد جدد الأسبوع الماضي تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا قبل أسبوعين دعوى حل مجلس النواب العراقي المقدمة من التيار الصدري الذي طالب بحل مجلس النواب العراقي الحالي وبإجراء انتخابات جديدة. أريد أن أسأل السيد محمد حسن الشمري. أستاذ الشمري، يعني السيد العرار في بغداد لمح إلى مسألة التباين داخل الإطار التنسيقي، يعني وفي كمان وسائل إعلام أو نخب عراقية بدأت تفرز حمائم وصقور داخل الإطار التنسيقي، والحديث عن خلافات العامري
سيد العامري يرغب مقبول لدى التيار الصدري، آخرين غير، وما إلى ذلك. ما حقيقة ما يجري داخل الإطار؟ الإطار متماسك أم أن الإطار فيه تباين؟ الحقيقة لحد هذه اللحظة أقول لك وبأمانة لم أسمع أي خلاف أو اختلاف بين قادة الإطار لحد هذه اللحظة من خلال عملي كعضو ائتلاف دولة قانون كنائب في هذا الإطار. لم أسمع ولم يصل إلى سمعي شيء كهذا. وفي آخر اجتماع مع أخوة كثيرين كانوا متواجدين وكان هناك عرض لبرنامج السيد الشياع الحكومي وإيجاز سياسي، وتحدثنا حول هذا الموضوع، وكان حديث من شخص السيد السوداني أن لا خلاف بين الإطار بتاتا. هذا اللي أدري به واللي سمعته. يعني ليس هناك استياء، ليس هناك استياء من حيدر العبادي، ليس هناك استياء من هادي العامري كما قرأنا في الفيسبوك. في الفيسبوك في النت نعم هناك استياء وهناك مشاكل، لكن على أرض الواقع نحن أيضا نسمع ونسأل ونتصل ونستفسر ونجتمع. الحقيقة لا خلاف لحد هذه اللحظة بين الأطراف، بين أطراف الإطار، وموقف الإطار لا يزال متماسك. وحتى مسألة استبدال السيد محمد الشياع السوداني لحد هذه اللحظة لم أسمع بها كعضو ائتلاف دولة قانون. ما قاله السيد السيد الخزعلي انه ممكن الرجل يعتذر، هذا ما اشرنا اليه. لكن هنا اريد ان اسال دكتور طالب كذلك، عفوا دكتور زياد. دكتور زياد ايضا موضوع الوفد يعني كمان، يعني هل هو ضمن الاشاعات؟ لانه ايضا تم نفيه مع انه يعني مصادر صحفيه معتبرة تحدثت عن وجود وفد سيضم نجرفان برزاني وخميس الخنجر وكذلك هادي العامري مع حفظ الألقاب. يعني الواضح جدا بأن المشاورات موجودة والحوار موجود والسعي موجود من زعامات كثيرة، منها الرئيس برزاني، رئيس البرلمان الحلبوسي، الحاج هادي العامري، قيادات أخرى تريد أن تجد حلاً وأن تكون طرفاً في عملية تزع فتيل الأزمة. هل هناك اتفاق رسمي على التوجه إلى الحنانة؟ وإذا توجهوا إلى الحنانة بماذا يتوجهون؟ لا يوجد شيء معلن ولا يوجد شيء رسمي. وأنا أقول لك بصراحة واضح بأن البرنامج الذي يذهبون به إلى الحنانة غير موجود لحد الآن. يعني الاتفاق والرؤية المشتركة للذهاب إلى الحنانة غير موجودة، والسبب في ذلك أنه لا يوجد قرار قطعي من الإطار التنسيقي وهو الطرف المقابل للتيار الصدري بأن يكون هناك موعد ثابت لحل البرلمان وإجراء الانتخابات والاتفاق على ذلك. يعني عندما تتوافر هذه الأجوبة، عندما تتوافر هذه ممكن يذهبوا إذا كانت هناك مبادرة. أما أن يذهبوا لغرض الحوار فأعتقد أنه الموضوع الحوار أصبح يعني من الماضي. نعم أستاذ طالب، أيضا نقطة أخيرة قبل أن نختم تتعلق بالمكون الكردي في العراق وعدم حسم اسم رئيس الجمهورية المقبل خلفا لبرهم صالح، وتم الحديث عن اجتماعات تتحدث يعني أنه ممكن خلال أيام مقبلة يحسم هذا الأمر. بالنتيجة هي مسألة اختيار رئيس الجمهورية مو فدعاء. بالنتيجة قبلها بال 2018 نفس المشكلة عادت، كان الحسم ماله في البرلمان، رحنا بمرشحين للبرلمان والبرلمان هو صوت على اختيار رئيس الجمهورية وانتهى. هذا السيناريو موجود، ولكن بهذه المرحلة والصراع اللي صار والمشاكل اللي صارت ما كان يعائق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية. من اليوم الأول كان المشكلة على مسألة تشكيل حكومة واختيار شخص رئيس وزراء. على ما يخص رئيس الجمهورية، الأخوة بالاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وباقي القوى الكردية متفقين على مسألة مرشح
غير مرشح الدكتور برهم صالح إذا كان بمسألة تشكيل حكومة وحل الأزمات. الكرد ما كان في اليوم هو عائق بمسألة تشكيل حكومة، الكرد دائما هو البيضة القضبان، دائما يقدم الخيارات والأسهل بمسألة معادلة سياسية لرسم السياسة في العراق. طيب هنا أستاذ طالب، السيناريو يعني المقبل كيف سيكون؟ العراق مقبل على ماذا؟ ما هو توقعك لما سيكون عليه الواقع في العراق بعد أيام؟ والله التوقع يتوقف على الأخوة في التيار الصدري إذا أفتحوا قلوبهم وأبوابهم لمسألة قبول الآخر بدون شروط قبل ما يلتقون، وبالنتيجة نحن كنا همنا الأول بالآخر خدمة العراقي كمواطن، والتيار الصدري ومقاعد 73 ملزم بأنه يبحث على مسألة مصلحة الشعب أولا. طيب دكتور زياد، سأختم معك كذلك بموضوع نسيته، يعني أنا حاولت يعني أسجل ولكن مر الوقت دون أن أذكر، وهو موضوع الشهر المقبل وهو ذكرى الثالثة لانطلاق حراك تشرين، وفي كثير من التوقعات بأنه التيار الصدري سوف ينخرط بهذا الحراك، في دعوات كثيرة لأن تنطلق التظاهرات بداية الشهر المقبل، هل سيكون هناك تحرك في الشارع بداية الشهر المقبل، وهل التيار الصدري سيكون جزءا منه بتقديرك؟ تشرين مستقلة لا دخل لها بالأحزاب السياسية أو التيارات، وإن وقف معها التيار الصدري في فترة من الفترات فكان لحمايتها. هناك اتفاق كبير بالرؤى ما بين تشرين أو غالبية تشرين وما بين رؤى التيار الصدري في شكل إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، لكن بالتأكيد سيكون حراك تشرين مستقل بكل التوقعات، وأكيد ستلقى دعما من يعني قوى وأطراف سياسية كثيرة، وهم أعلنوا أن بداية المقبل سيكون انطلاقهم من بغداد في وسط بغداد، ونتوقع أن يكون حراكا كبيرا، لكن تشرين تبقى ثورة مستقلة لأجل الإصلاح والتغيير، وهي تتفق مع توجهات التيار الصدري في إحداث التغيير الجوهري في المشهد العراقي والعملية السياسية بما يخدم المواطن والدولة العراقية. شكرا دكتور زياد العرار، الكاتب والباحث في الشأن السياسي من بغداد، أيضا أستاذ محمد حسن الشمري النائب عن دولة القانون، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ طالب نوروز الفيلي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من أربيل، شكرا جزيلا. مشاهدينا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.